كان فخ، هو هذا الموضوع كان فخ للرئيس. فخ من قبل من؟ من القاعدة نفسها؟ من قبل أمريكا، لأنه هو هي القاعدة منه، هي القاعدة من وراها، من دخلها. هذا الموضوع يعني صار معروف ومكشوف. ولكن هو احنا تفاجأنا ببريد من فتح الرئيس، وعلى ضوء البريد هذا هو أمرني بأنه البريد لازم أقرأ وشيكه. من كنت ما أقرأ البريد أجيب له إياه مقفل. فتحنا البريد لقينا رسالة من أبو مصعب الزرقاوي داخل البريد. فمن قراها، من شاف الرسالة. زين، أنت مين استلمت البريد؟ أنا استلمته من أحد المرافقين اللي هو يجمع يمه. زين. فمن لقيته، من لقى هو شاف الرسالة، شمر الرسالة، يعني شمرها بهيك، قال لها انتفض يعني. إيه شمرها وقام. بس يعني لاحظت عليه زعل قوي، يعني شمر الرسالة وقام زعلان. معلق؟ لا، بس قام زعلان وغسل، كانت مغسلة وصابونة، غسل مرتين ثلاثة. قال هاي الرسالة منين؟ قلت له أنا ما فاتح البريد سيدي، ما أعرف. شين الرسالة؟ قال هذا التنظيم الإرهابي بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وهاي الرسالة شلون اخترقوكم؟ منين جاء البريد؟ قلت له من فلان، البريد جبته من فلان. قالت روح تقول له منين جت هاي، أريد شلون اخترقوا المجاميع مالتنا، يعني هذا اللي رسالته تصلني بهالطريقة هاي. قال تعرف هذا الظرف اللي بيه الرسالة هذا لو مفخخ أنا وياك هسه ماكو بالطريقة هاي. قلت له أعرف، بس أنا غير أكو ناس جت. قال وبعدين شنو العروضات العارضها بأنه يتوحد البعث ويا القاعدة؟ يعني هم منظمة إرهابية، مجتمع عليها المجتمع الدولي كله مقرر عليها منظمة إرهابية. قالوا لي إحنا ناس مدافعين عن بلدنا، إحنا ناس مدافعين عن بلدنا، مو منظمة إرهابية، وهذولا بالإجماع منظمة إرهابية. قال راح أعمم رسالة، راح أكتب رسالة وأعممها على كل فصائل العراق. وفعلا كتبها بأنه يتعامل مع هاي الجهة الإرهابية يعتبر نفسه خائن للبلد بالدرجة الأولى، وإذا علية خائن لي أهمية، خائن للبلد وخائن الصدارة، اللي يتعامل مع هاي الجهة الإرهابية. وكان أحد عروضاتهم هذا بأنه يجهزون المقاومة الوطنية بصواريخ مال هاون، ولكن بها رؤوس محرمة يعني دوليا من هذه الأسلحة المحرمة. وكانوا يقولون لجماعتنا بأنه احنا نجهزكم بهاي، وهاي يطلقون للمواقع الرئاسية اللي بها الأمريكان. فرادوا يثبتون الموضوع بأنه شوفوا عندهم أسلحة دمار شامل، وبتلكون من هاي الأسلحة المحرمة دولية. وأنهم أيضا عندهم علاقة مع القاعدة، فرادوا يثبتون، واثنينهم فشلوا لأنه صار تعميم بأنه لا تأخذون أسلحة منهم بهاي النوعية ولا تتعاملون وياهم نهائيا. وهاي أنا بيدي الرسالة عممتها في وقتها.